ما حصل في مثل هذا اليوم يكاد لا يصدق. في مثل هذا اليوم قبل 18 عاما اجتمع الإرهاب والوحشية والحقد العالمي في كيان غاصب وتفجر على شكل صاروخ انطلق من طائرة أباتشي أمريكية الصنع ليحول شيخا قعيدا إلى أشلاء. بعد خروجه من أين ومتى؟ بعد خروجه من المسجد عند الفجر. هي قصة قصيرة لنهاية رجل عظيم عظيم، قعيد أحيا أمة بهمته وفكره وعطائه وجهاده، رحمه الله. استشهد الشيخ الإمام أحمد ياسين في عملية اغتيال جبانة على أرض غزة العزة، تم قتله أمام أنظار هذا العالم على يد أجبن أهل الأرض وأكثرهم إرهابا. أحمد ياسين لم يكن أوكرانيا كي يجتمع العالم من أجل محاسبة ومعاقبة قاتليه، لم يكن أوكرانيا حتى يتم إثر ذلك عزل الكيان المحتل، لم يكن أحمد ياسين أوكرانيا حتى يتم دعم مقاومة شعبه بصواريخ الجافلين وستينجر وغيرها من الأسلحة الفتاكة، لكن لا بأس، هو صاحب حق وصاحب الحق لا يهزم. لا بأس، أحمد ياسين لم يكن أوكرانيا، قد كان مسلما عربيا فلسطينيا ترك خلفه مقاومة عظيمة وكتائب مظفرة وشعبا بطلا وأمة معطاءة لن تنسى مهما طال الزمن، لن تغفر، لن تنسى حتى تستأصل المحتل من جذوره. ولا نامت أعين الجبناء.